ننتظر تقارير الأرسيال والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. احنا قبل الانتخابات عملنا ما عنديش العدد بالضبط، ولكن عملنا اكبر عدد جلسات استماع سياسي عمومي في تاريخ المغرب. مشينا للمداشر، للقرى، استمعنا للناس وهم يحكون المعاناة وكيحكيو الفقر وكيحكيو قلة ذات اليد. إذن احنا جينا لهاد الحكومة ونحن معبئين بمعرفة حقيقية لحقيقة أوضاعي بلادنا. إذا راه مشينا لجرادة عند السي مصطفى توتو، مشينا لكرسيف، مشينا ما خليتش شي محل ما مشيناوش. ثانيا، أنا شنو كان الهدف ديال هاد الجلسات؟ هو الاستماع للناس. كيف بلورنا هذا البرنامج اللي الان الحكومه كتحاول تنفذو، بلورناه باللقاءات في القرى، في المداشر، كذا، وتم تحديد الاولويه ديال هذا الشيء. فاذا نحن على معرفه دقيقه بحجم المعاناه وبحجم الهشاشه وهي موجوده. طيب، ملي جات الحكومه لم تكن محظوظه الحكومه، جات سنوات، جات خاصه هذا الشيء كله اللي تكلمت عليه صحيح، ولكن الاصعب هو الجفاف، هو توالي 6 ديال السنين ديال الجفاف في بلد فلاحي، في بلد قروي. إذا شنو كان أمام الحكومة؟ دخلت على واحد القضايا بالغة الخطورة، بالغة. بغيت حقيقة نحيي سي عزيز قنوش والسادة الوزراء والوزيرات للشجاعة ديال مواجهة هذه المشاكل. اولا كان يمكننا نعملوا حلول سهله، هو توقيف كل برامج الاستثمار، هو اتخاذ يعني واحد العدد ديال الاجراءات، ولكن حاولنا الموازات بين الاصلاحات الكبرى اللي تعاقدنا فيها مع الناس في الصحه، في التعليم، في الرعايه الاجتماعيه، في الماء، في كثير من القضايا، وفي نفس السياق دون ان تتوقف الامور. مثلا كنا نقول لك ان هذه الحكومه انفقت 45 مليار في الحوار الاجتماعي. لم يحدث شي عمليه حوار اجتماعي ان تم رصد هذا المبلغ. وصلت ارتفاعات الاجور في عدد من الفئات المهنيه الى مبالغ محترمه. عملنا في الدعم المباشر لهذا السنه 26 مليار درهم. هذه السنه استفد 10 مليون ديال المرأة، التعليم تجاوز 8 مليار، إلى آخره. ما بغيتش نسرد، لا أريد أن أغرقكم في الأرقام، أريد أن أقول أن هناك وضعية اجتماعية واقتصادية بالغة التعقيد على المستوى الاجتماعي، ولكن الحمد لله أنه جاب الله هذه الحكومة بشجاعتها لمواجهة هذه الإشكالات، يعني بشكل يومي وبشكل لم يخفت حماسه. ملي بدينا وحنا في التعاطي النضالي مع كل هذا المنطق، كيف ان هذا المجهود الضخم لبناء هذه الدوله الاجتماعيه، لتلطيف حياه الناس، لتخفيف المعاناه، واش وصل الناس ولا ما وصلش؟ انا عندي واحد المعيار ديال الوصول، هو ان كل الانتخابات الجزئيه اللي كتم في البلاد تنفوزوا بها. يمكن تكون نسب المشاركة ضعيفة، يمكن كذا، ولكن هذا مؤشر. ثانيا، المؤشر الآخر هو أن هاد الأسعار حنا غاديين وكنسيطرو عليه، لأن الأسعار غادية في شكل تنازلي، غادي يقرب إن شاء الله من عملية إيصال الماء. راه وصلنا إلى وضعيات كارثية، كادت السدود أن تجف. وصلنا في شي مناطق الى ارقام مخيفه. فاذا ملي كتدبر الشان العام، واش توصل الماء ولا تزيد في الحوار الاجتماعي ولا تدخل في تامين الحاجيات الاساسيه، والحاجيات الاساسيه بقات مؤمنه وباسعار. للاسف انه الان في المغرب عندنا المنافسه، راه ما يمكنلكش تدخل لتحديد الاسعار. هذا قرارات تم اتخاذها قبل الكفاءة. إذن لا، هناك معاناة حقيقية للمغاربة
ونحن نقر بذلك. هناك أسعار أحيانا فوق طاقة بعض الفئات الشعبية، نقر بذلك، ولكن هذا يزيدنا حماسا وتعبئة، والحكومة معبأة كل في قطاعه الاقتصادي والاجتماعي لتدليل هذه العقبات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.